السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ معاكم المستشارة القانونية أمينة سيد للرد على كل استشاراتكم القانونية. هنتكلم النهاردة في نقطة مهمة جدا وهي القايمة الزوجية. ناس كتير قوي بعتت سألتني قالت لي يا أستاذة طيب بخصوص ان هما دلوقتي بيعدلوا موضوع القايمة الزوجية وانه خلاص مش هيكون في قايمة زوجية وبيتكلموا دلوقتي في موضوع المهر. اني اصح لينا؟ يمكن احنا كنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده ولكن اتكلمت فيها بسرعة جدا، كان علشان ساعتها التليفون كان هيفصل شحن فقلت لازم اطلع اتكلم باستفاضة معاكم عن موضوع القايمة الزوجية. تعالوا كده ناخدها واحدة واحدة بخصوص القايمة الزوجية. اولا القايمة الزوجية يا جماعة هي عادة ملهاش اي علاقة خالص بالزواج، هي عادة المصريين اخترعتها عاملة زي ايصال الامانة بالظبط، ملهاش اي علاقة خالص بثبوت الزواج او من عدمه، تمام؟ ولكن هي زي ما احنا بنقول كده هي عادة. الزوج بيمضي على ايصال امانة اللي هو عبارة عن قايمة المنقولات الزوجية اللي هي الزوجة بتجيبها واللي هو كمان بيجيبه، تمام؟ تعالوا نمشيها خطوة خطوة كده. مثلا هنفترض ان الزوج جاب مثلا ترابيزة، الزوجة جابت كرسي، في الحالتين الحاجتين بيتكتبوا على الزوج في قايمة منقولات زوجية ان هما للزوجة، فبيبقى سلاح ضد الزوج للزوجة، بمعنى ان الزوجة اول ما بتقرر ان هي تنفصل عن زوجها بيكون دي عبارة عن وسيلة ضغط بتضغط بيها على جوزها، بمعنى ان هو عايش معايا بالورقة دي. فالقانون بتاعنا قال لا، احنا لازم نعدل النقطة دي علشان الزوج والزوجة يكونوا عايشين مع بعض برغبتهم دون اجبار من اي حد فيهم على الاخر. فهما دلوقتي بيعدلوا النقطة دي في حاجتين. اول حاجة كان في فريق قال ان احنا هنعمل المهر، يبقى المهر هو اساس الزوجة، ان الزوجة تاخد مهر من الزوج في بداية الامر، في ساعة التراضي، في ساعة الفرح، في ساعة الدنيا دي تبدأ تاخد المهر بتاعها، بحيث انه لو حصل اي انفصال او اي حاجة ما يكونش في حاكم على الزوج او ما يكونش في اي ضغط على الزوج او الزوجة من الموضوع ده. الفريق الثاني كان بيقترح ان قايمة المنقولات الزوجية تتوثق في الشرع العقاري ويكون عليها محضر تصديق. طيب لما نيجي نقول كده ان قايمة المنقولات الزوجية يكون عليها محضر تصديق، وده طبعا كان رأي، لان في ازواج كتير جدا بتيجي الزوجة تعمل محضر تبديل منقولات زوجية، فبيكون الزوج طبعا في خبير بينزل في الموضوع ده، فبيجي الزوج يقول طالما في خبير هينزل او طالما هي عملت محضر تبديد من منقولات زوجية يبقى انا هاخد العفش بتاعي اللي هو اللي انا عايش عليه، العفش كويس ده انا ابيعه او انا اخده واروح اجيب لها اي عفش تاني مستعمل وتيجي هي تستلمه على يد الخبير اللي هي نازل معاها او كده في المحضر. فهنا بيبقى في حالتين، يعني يا اما بيبقى في ظلم جامد قوي للزوجه يا اما بيبقى في ظلم جامد قوي للزوج، ففي الحالتين بيكون في وسيله ضغط سواء كان على الزوج او على الزوجه. فقالوا خلاص نعمل محضر تصديق على قايمه المنقولات الزوجيه بحيث ان احنا نلزم الزوج بان هو يرد قايمه المنقولات الزوجيه. ولكن الفريق الثاني اللي اقترح المهر وهي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام، قال ان احنا مش عايزين الاثنين يكونوا عايشين مع بعض باجبار، يعني الزوج ما يكونش عايش مع الزوجة علشان مجبر ان هو يعيش معاها عشان مش قادر يلبي طلباتها ولا قادر ان هو يديها المنقولات الزوجية كلها ويكون خسران. فنعمل نخلي نرجع او نرجع تاني، يعني نرجع تاني المهر وابو العروسة يستلمه في ايده او العروسة نفسها تستلمه في ايديها او يجي لها بيه ذهب، لان يعني مفيش حاجة اسمها هدية العروسة 30 جرام ذهب ولا 100 جرام ذهب ولا كل الكلام الفاضي ده، احنا كده بنعجز الزوج زيادة عن اللزوم، يبقى كده مفيش جواز اصلا ومحدش هيتجوز اصلا. يعني من وجهة نظري انا تعالوا كده ندرس الموضوع كده في الحالتين، سواء كانت في قايمة زوجية او سواء كان في مهر للعروسة بيتسلموا ابو العروسة او العروسة نفسها، تعالوا ندرس الموضوع كده او نقارن ما بين الاثنين. في حالة قايمة المنقولات الزوجية العريس كده كده بيجيب جاب نص العفش مثلا، النص التاني كده كده بيتكتب عليه،
يعني لو هو جاب ب 100,000 منقولات زوجية في ال في مسكن الزوجية، كده كده بيتكتب عليه النص الآخر برضو اللي هي قائمة المنقولات الزوجية، فهو كده كده بيدفع ال 200,000. يعني لو هو جايب ب 100 مثلا والعروسة جايبة ب 100، فهو كده كده بيدفع ال 200، ولكن بيدفع ال 200 في حالات الاختلاف والانفصال والمشاجرة والمحاكم والقضايا والمحامين بيدفع. أو الزوج طبعا من ضمن اللعب والتحايل على القانون، ممكن الزوجة هي ساعتها اللي بتتظلم برضو، وهو ما بيدفعش حاجة خالص وما بيخسرش حاجة، وهنا الزوجة هنا بتكون برضو خسرانة. المهم انه في الحالتين بيكون في زي شوشرة وفي محاكم وفي قضايا وفي خلاف وفي مشاجرات كتير جدا. طيب تعالوا بقى لنقطة المهر، والحقيقة دي انا برجحها جدا، ان العريس كده كده هيجيب، يعني كده كده بيجيب النص ومكتوب عليه النص. طب ما هو كده كده يجيب كله وبيجيبه بالتراضي في فرح وانبساط ورضا من الطرفين، ويدي مهر اللي هو احنا بنيجي في قسيمة الزواج بنكتب على الصداق المسمى بيننا، العروسة بتتسلم مهرها تمام، اللي هو مثلا 100,000 مثلا وجنيه، العروسة بتاخد الجنيه وال100,000 بيبقى مؤخر في حالة الخلع، التاء الزوجة تنزلت عن ال100,000 وخلاص ودفعت الجنيه اللي هو المهر اللي هي خدته، وخلاص انا كده خلاص انا رفعت قضية خلع، او خلاص انا خسرت مؤخري، وبرده خسرت برده اللي هو مهرها اللي هو الجنيه اللي لا يذكر اصلا النهاردة. انما في حالة المهر هي بتاخد ال100,000 في ايديها، بتكون متسلمهم برضا من الطرفين برضو، وبتكون متسلمهم في عز انبساطهم هما الاثنين وفي عز سعادتهم هما الاثنين، في حين وقت ما بيجي يحصل اي خلاف او اي انفصال مبيبقاش في داعي للمحاكم ولا داعي للمشاجرات اللي بتحصل، وخصوصا على القايمة الزوجية، لان كده كده الزوج هو اللي جايب كل حاجة في البيت، وكده كده الزوج مديها حقها قبل ما هو ياخد حقوق الزوجية اصلا. يعني هي هتكون عايشة معاه برضاها وهو هيكون عايش معاها برضاها، مش هتكون ورقة اللي لازمة الاثنين. ضيفوا على كده بقى على موضوع القايمة الزوجية، تعالوا النهاردة لما نلاقي زوج النهاردة زعل زوجته واهانها او شتمها او ضربها او اي سبب ايا كان، وجات الزوجة غضبت وراحت عند اهلها، بنبص نلاقي الاهل يقولوا له عايز بنتنا ترجع لك، اكتب ايصال امان على نفسك. طبعا ده قمة الرخص، مع احترامي للجميع، دي قمة الرخص. احنا بنرخص من بناتنا، يعني ايه ايصال امانة؟ يقولك لا اصل اللي بيأدب الراجل الجنيه، مفيش حاجة اسمها اللي بيأدب الراجل الجنيه، الجنيه ده ولا يسوى اي حاجة. ساعتها لما تيجي ترجع له بنتك وتكتبه ايصال امانة ان شاء الله ب10,000,000 جنيه، ويجي يقتل بنتك او يسمها او يخنقها او يأذيها، ايصال الامانه نفعك بايه ولا عمل لك ايه ولا اي حاجه خالص. يا جماعه يا ريت قبل ما ندور على الجنيه في موضوع العلاقات الزوجيه، يا ريت ندور على الاصل والاخلاق والطيبه والاحتواء اللي من الزوج للزوجه او من الزوجه للزوج. عموما عشان ما نطلعش كتير عن موضوعنا، فحته المهر، فكره ان العروسه تتسلم مهرها قبل زواجها، من وجهه نظري ده افضل بكتير للراجل، وافضل بكتير للزوجة قبل الزوج كمان، يعني افضل بكتير ليها انها كده كده ان هي كده كده مش هتكون محتاجة ان هي تروح لمحاكم ولا القضاء ولا المحامين، ولا انها تشوه صورة زوجها ابو اولادها ابو بنتها او ابو بنتها. زي ما قلت اولا واخرا، يا ريت نلاقي علاقاتنا قبل ما نراعي الجنين. كانت معاكم المستشارة القانونية مينا سيد، وان شاء الله على لقاء اخر ومعلومة قانونية. شكرا، سلام عليكم.